يا ترى المصريين في الكويت هيعملوا ايه دلوقتي بعد قرار الحكومة بمنع دخول العمالة المصرية لأجل غير مسمى؟ ده السؤال اللي بيراود 1.5 مليون مصري بيشتغلوا هناك في الوقت الحالي. بس يا ترى القرارات الأخيرة للحكومة الكويتية هتأثر ازاي على المصريين اللي بيشتغلوا هناك؟ وايه حكاية الرسوم الجديدة اللي هيدفعوها هناك؟ تفاصيل كتيرة جدا بنوضحها لحضراتكم في الفيديو ده، فخليكم معانا. مع إعلان صحيفة القبس عن قرار منع دخول العمالة المصرية للكويت لأجل غير مسمى بسبب وقف الاتفاقية بين هيئة القوى العاملة بالكويت ووزارة القوى العاملة في مصر، القرار ده عمل صدمة مش بس للمصريين اللي عاوزين يسافروا ويشتغلوا في الكويت، ولكن برضو للمصريين اللي شغالين هناك واللي أصبحوا مش عارفين القرارات دي هل ممكن تأثر عليهم ولا لأ، ولو هتأثر عليهم هتكون إزاي. صحيفة القبس الكويتية قالت إن قرار وقف الاتفاقية بين القوى العاملة في مصر والقوة العاملة في الكويت تبعوا الإجراء التنفيذي بوقف أذونات العمل للمصريين حتى إشعار آخر. طيب هل ده هيأثر على المصريين اللي شغالين بالفعل هناك ومعاهم تصريح عمل؟ وفقا للإحصائيات، العمالة المصرية بتكون هي أكثر عمالة في سوق العمل بالكويت أكتر من الهنود والكويتيين نفسهم، عددهم كمان وصل ل 500,000 عامل وعاملة، لكن عدد المصريين اللي شغالين من كل الوظائف هناك 1,500,000 مصري. دول مش هيكونوا متأثرين قرار تصاريح العمل لان معاهم بالفعل التصاريح الخاصه بيهم. مش بس كده، لكن كمان الصحيفه نفسها نقلت في شهر مارس اللي فات اشادات بتحركات القنصليه المصريه في استقدام المصريين، وان المصريين اللي دخلوا هناك كانوا بطرق قانونيه، وان السفاره الكويتيه نجحت في اغلاق باب التلاعب وتجاره الاقامات باكثر من خطوه. الاولى كانت تحديد حد ادنى لاجور عمالتها بما لا يقل عن 200 دينار لحمله الشهادات الثانويه العامه و350 دينار للجامعه. كمان من الخطوات المهمة جدا اللي بتحافظ على المصريين هناك هي عملية فحص ومراجعة كل العقود الواردة للحكومة الكويتية ومقارنتها بالمسميات والشهادات اللي بيحملها العمال هناك، وبالتالي هنا في مراحل الأمان من الترحيل طالما مفيش بقى مخالفات صريحة. في نفس الوقت المصادر الحكومية في الكويت كشفت عن إنها بتعمل إجراءات جديدة لمنع دخول أي عمالة هامشية وضبط كمان سوق العمل في البلاد، وده اللي بيكون من خلال معالجة ملموسة لاختلافات التركيبة السكانية. هنا بنتكلم عن تأثير كبير جدا هيحصل للمصريين المقيمين بالفعل هناك، لأن المعالجات دي هتكون ضمن خطة الهدف الكبير منها هو ترحيل 70% من العمالة الوافدة في الكويت. بالتالي ده هيأثر على مصريين كتير جدا في مشروع تكويت الوظائف أو توطينها بالمعنى الأصح، لكن الأمر ده هياخد سنين لغاية ما يتم تطبيقه بشكل كامل ومعرفة كمان العمالة الهامشية أو غير المنتظمة، وبالتالي هيتم عمليات الترحيل على مراحل. كمان التأثير الحقيقي على المصريين اللي شغالين هناك هيكون زي ما كشفت عنه المصادر الكويتية، وهو في رسوم الرسوم كمان الجديدة اللي هيدفعها اي مصري شغال هناك، وكمان تصريح العمل بتاعه خلص ومحتاج ان هو يجدده او يعمل تأشيرة جديدة، وقتها هيدفع رسوم جديدة، ودي اللي هتحددها الحكومة الكويتية خلال ايام بعد التعويم وكمان تراجع الجنيه المصري، وبالتالي الرسوم دي هتزيد بشكل كبير جدا.